بعدين البعض يقول بأن متوسط طول السيدات السعوديات هو ما بين 150 إلى 155 وطبعا سنتيمتر، وتواجه الكثير منهن تحديات في اختيار الملابس وقطع المناسبة لهن ولطولهن، بحيث لا تبدو بشكل غريب. في عالم الأزياء هناك أساسيات وقواعد لاختيار الأزياء واللي تختلف من شخص إلى آخر. في هذه الفقرة رح نتعرف أكثر عن هذه القواعد والأساسيات مع ضيفتنا شيخة الحميدي مستشارة أزياء ومظهر. هلا وسهلا بك أستاذة الشيخة. أهلا وسهلا. في البداية، إيش هي القواعد الأساسية لاختيار الملابس المناسبة للفتيات اللي طولهم يعتبر قصير؟ في عدة قواعد أنه لازم كل سيدة أنها تتعرف عليها، اللي هي أول شيء معرفة شكل القوام والطول علشان نخلق توازن ما بين الأزياء وما بين اللون، بالإضافة إلى المقاس المناسب، يعني ما بتاخذ شيء أكبر منها ولا شيء أصغر منها علشان ما بتكون بمظهر يعني مبتذل. كمان معرفة اللي هي مكملات الأزياء، اللي هي طول الشوز، حجم الحقيبة اللي بتناسبها، لأنه هذا كله بينعكس على صورتها. صح. فالإطلالة الكاملة هي اللي تكون إطلالة كاملة ومتناغمة في اللون وفي الصورة وفي الأزياء وتقسيمها وتوازنها. نعم. يعني يمكن السيدة اللي تكون قصيرة أو يعني ما هي يعني أطول مثلا من 55، أحيانا تجي مثلا خلينا نقول مثلا ممتلئة، أوكي، إيش الأزياء أو الستايلات اللي تناسبها بحيث أنه تبينها بأفضل صورة وتبين أفضل شيء في جسمها ويعني تطلع بأفضل شكل ممكن؟ هي في عدة أشياء. أنه أول حاجة أنه الخامات إذا كانت ممتلئة أو هي قصيرة ما بتاخذها بخامات قاسية أو ثقيلة. زي إيش؟ زي مثلا اللي هو الجينز، زي مثلا التفتة، الأقمشة الثقيلة بشكل عام، حتى في موسم الشتاء وإحنا دحين على آخره، أنه في بعضهم بيكونوا ممتلئين ويأخذوا اللي هو الفرو والطبقات بشكل كبير، فبتزيد قصر وبتزيد كمان الامتلاء، كمان اللي هو انه ما بتاخذ الطبقات او الخطوط العرضيه، حتى لو ما كانت يعني خطوط ممكن تكون قصه على قصه على قصه، فبتكون عليها يعني زايد. الطبعات زي ما قلنا النقشات الكبيره كمان بتزود، الكشكشه اللي بتكون مثلا على الاكتاف وهي قصيره بتزود، التنانير المدي بتقصر كمان. كل ما كانت اللي هي الفساتين بتكون قصيره، خلينا نقول يعني فوق الركبه، بيكون احسن لانه بيديها طول. طريقه وضع لبس البلوزه او التوب بيكون قصير، وتكون مثلا التنوره اللي هي الهاي وست او البنطلون الهاي وست، لانه حلو. بيكون يعطينا ايش رسمه وبنفس الوقت يعطينا طول. ممتاز. طيب خلينا نشوف بعض الإطلالات أو الستايلات المناسبة للفتاة القصيرة، زي هذا مثلا يمكن ذكرتي عن طول التنورة القصير، فكلمينا عن هذا. التنورة بهذه الطريقة اللي زي ما قلنا اللي هي أن تكون عالية الوسط بنفس الوقت مستواها بيكون فوق الركبة، خصوصا لما تكون يعني جسمها متوازن وجميل، بيكون هذا المقاس هو جدا جميل للفتيات أو السيدات القصيرات. لأنه في عندنا في جلسات الاستشارة تكون بعضهم يجونا إلى 149 أقصر يعني كمان أقصر من 150. تكلمنا عن البيتيت كثير، اللي هو القائمة القصيرة كيف إننا نطولها. فكمان عندنا اللي هو الشوزات اللي بتكون العريضة والألوانها القوية وهي بتكون فيها يعني عرض من الأمام. تخيلي إنها هي قصيرة، أول ما تشوفيها بتشوف الشوز عندها، حتى لو كان شوز رياضي بيكون يعني واضح. فأنا دائما أقول توحيد اللون حلو، الكعب العالي أو الشوز كل ما كان فيها زي اللي تحت شايفينها، اللي تحت بيكون تفاصيل ناعمة وبسيطة وممكن يكون من نفس لون البشرة فبيعطي طول. هنا كمان لاحظي إنه في اتساع،
كامل بنطلون واسع، لابسه فضفاض، وهذا ما بيناسب ابدا الفتاه القصيره او السيده القصيره، لانه بيعطي قصر اكثر واتساع اكثر، فتصير قريبه من الارض يعني. فنحاول ان نبعد عنها. اذا حبينا هذا الستايل ممكن البنطلون يكون ضيق، المستوى الجاكيت يكون يعني فوق. هنا كمان الخطوط الطوليه دائما نفضل للقصيرات اللي هو هذا ستايل الفساتين المحدده الخصر، هذه جدا جميله. حلو حلو. طيب انت ذكرتي نقطه مره مهمه شيخه، واللي هي قلتي القصيرات يعني السيدات اللي قصيرات ما يلبسون الطويل لانه بتبين قريب الارض ويبين قصرها، لكن احنا الحين داخلين على رمضان وجلابيات رمضان، ويعني يعني الواحد ما في يعني ما فيك تلبسين قصير اصلا في رمضان، يعني ما هو زي الايام العاديه. فايش الحلول المناسبه للسيدات الان اللي يعني قاعدين يقضون رمضان؟ تعرفين هذه الفتره كلنا قاعدين نشتري ازياء رمضان، فايش الازياء المناسبه، الالوان المناسبه زي ما تفضلتي قبل شوي قلتي الاحزمه مثلا، الخطوط والى اخره، بحيث انها تقدر تلبس جلابيه وتناسبها. صحيح. أنا كنت بقصد في كلامي لما قلت إنها ما بتلبس الطويل، مش الطويل الطويل، الطويل الكامل أوكي ما في أي مشكلة. نعم. لكن التنور الميدي أو البرمودة اللي بتكون تحت الركبة هنا بتقصر، فنحاول نرفعها لفوق. لكن الطويل بشكل كامل واختيار شوز مناسب هنا بيكون جدا مناسب. في صورة يمكن لو عرضتوها اللي هي كيف أعرف مقاس الشوز، ممكن أنا ألبس الجلابية وأنبسط في ستايلات رمضان وأختار الخطوط الطولية والأشياء الجميلة اللي بتطولني، برضو بضيف اللي هو اكسسوارات الشعر أو تسريحة الشعر كيف إنها بتزيد، لكن برضو شلون أختار الشوز، لأن هذا جدا مهم. انه اول شيء تقيسي مقاس طولك بشكل كامل، وبعدين تقيسي من الركبه هنا لين العظمه، بعد كذا تقسميها على الطول الكلي وتنقصيها، لو تطلع الصوره تنقصي من رقم اللي هو 16 من 10، بعدين تضربيها في 10، بعدين يطلع لك مقاس الكعب العالي اللي حتلبسيه. والله يا شيخه انت دخلتينا في حصه رياضيات، تكفين. من اللي بتروح السوق وبتحسب هذا؟ انت احسبيها مره واحده، انت لما تحسبي طول يعني تعرفين كم انش، انت قصدك يعني خلاص الواحد لأنه يحسبها ويعرف، لانه في كعوب الين 10 انش. صح صادقه. في 5 انش، في 7 انش، فانا اصلا اعرف مقاساتي زي ما ذكرنا في اول الحلقه، مقاساتي طولي شكل قوامي اي قوام، بعد كذا اعرف المقاس، خلاص انا راح اختار الكعب العالي المناسب اللي بيناسب ستايلات رمضان وغير رمضان. لانه هذا الكعب اذا انت اخترتيه بمقاسك ما راح يسبب لك اي الام، لا توقفي 8 ساعات ما راح يسبب اي الام. مزبوط. ستايلات رمضان زي ما قلنا اهم شيء اذا كانت ممتلئه ما تاخذ الجلابيات اللي بتكون فيها لمعه أو طبعات كبيرة، ما نأخذ الأشياء اللي بتكون فيها طبقات بتزيد، نحاول نأخذ القصات اللي بتكون مناسبة لجسمنا وما فيها اتساع زايد، وإذا كنا تخان نأخذ خطوط طولية، نأخذ رسمات طبعات صغيرة زي ما شاء الله البلوز اللي أنت لابستها، يعني الطبعات فيها جميلة وصغيرة، وهذه تناسب الممتلئ وتناسب حتى النحيفة، تعطيها نعومة. كل ما كان في تناغم في الصورة ما بين لون البشرة، ما بين الألوان اللي بنستخدمها، ما بين الأزياء، فبيكون الصورة جدا جميله ومريحه للعين. ممتاز. على طاري لون البشره، يمكن كثير بيعانوا انهم ما يعرفوا يختاروا الالوان اللي بالفعل بتناسب بشرتهم وبتبين نضاره البشره، بينما في الوان اخرى بتبين البشره باهته ودبلانه، فكيف اعرف اختار اللون المناسب لبشرتي؟ اول شيء ممكن انها تعمل اختبارات بسيطه، وهذه دائما اقول ممكن تختبري فيها في البيت، اذا انت ما عندك القدره الماليه او الوقت الكافي انك تعملي جلسات استشاره تحليل اللون تنسيق المظهر، فانت ببساطه بيكون عندك اضاءه بيضاء، بتكون عندك خلفيه بيضاء، بيكون شعرك مرفوع للاعلى، بعد كذا بتجيبي قماش باللون الذهبي او قماش باللون الفضي وبتحطين وشعرك مرفوع، طبعا ما في نظاره، ما في اي عدسات، ما في اي مكياج، وتشوفين تفاعل اللون على البشره، اذا كان اللون الفضي مناسب اكثر فحيكون بشره بارده، اذا كان اللون الذهبي مناسب اكثر فحيكون بشره دافيه، او انك تستخدمي عجله اللون، عجله اللون سهله تلاقينها في اي مكتبه، هنا اللي هو القسم الدافي وهنا القسم البارد. فأنا كيف حمسكها قدام مراية، حاجة وححطها كذا، أجلس أشوف وجهي بشكل يعني
أدرس ملامحه بعد يعني أشوف تفاعل اللون، هل سوى لي هالات سوداء، إذا كانت بشرتي فيها حبوب أو تصبغات، هل زاد اللون الدافي لي فما بيكون مناسب لي، فأجرب الجزء الآخر هنا وأجرب وأشوف إذا كان في تناغم أكثر. فأنا هنا كنت بشرة باردة، عجلة اللون تعطيكي تفاعل أكثر. ليش؟ لأن فيها عدة ألوان. طبعا هي تحليل البشرة لها عدة مفاتيح عشان تعرفينها، ممكن مفتاح القماش، ممكن مفتاح عجلة اللون، ممكن الأوردة، وسبق وتكلمنا في أكثر من لقاء معاكم أن كيف نشوف الوريد، إذا قلنا الأخضر فيكون بشرة دافية، إذا كان أزرق أو أخضر مزرق فحتكون بشرة باردة. في كمان البشرة المعتدلة، في فالألوان جدا مهمة لاختيار، من القواعد أصلا المهمة اللي تختاري على أساسها أزيائك وتناسقها وتناغمها. نعم جميل، جميل جدا. وأنا أعتقد يعني يمكن كل سيدة فينا عندها ألوان مفضلة، بس يمكن ما نعرف إذا هذه الألوان تناسبنا ولا ما تناسبنا، فلذلك جدا مهم الكلام اللي قلتيه شيخة. وعلى طاري الألوان، إيش الألوان الدارجة الحين؟ إيش الألوان الترند الآن؟ الألوان اللي ممكن حتى الواحد ياخذها از اكسسوارات وما شابه ذلك. في عندنا اللون اللي هو السماوي، درجات السماوي، وفي عندنا اللون الاورنج والدرجه الاحمر، نفس درجه الاحمر اللي انت لابستها واغمق، هذه بتكون جدا مناسبه حتى في الحقائب، جدا جميله. عندك اللون الاسود لازم يكون ضروري في كل خزانة سيدة، ولكن للبشرة الدافية الأسود الداكن جدا، للبشرة الباردة ممكن أي درجة من السواد ما في مشكلة. كمان الأبيض، في منه الأبيض المصفر وفي منه الأبيض الساطع، فهنا للبشرة الباردة الساطع واللي شوي بيكون دارج يعني داخل على الأوف وايت، فحيكون للبشرة الدافية. مهم جدا أنه لما نختار حتى مو بس الألوان، بتكون في ألوان أساسية في كل موسم، في ألوان بتكون يعني دارجة أكثر. فزي ما قلت لك درجة الأحمر أو الأحمر الرماني، هذا مو بس داخل في الأزياء، هذا داخل في الحقائب، داخل في الإكسسوارات، داخل حتى في الديكور، وداخل حتى في اللي هو الأثاث. نعم. يعني جميل. أنا ختمت أنت اليوم الترند. ما شاء الله اليوم أنت كني داري أنك بتقولي هذا الكلام. شيخة الحميدي مستشارة أزياء ومظهر، إحنا نشكر لك تواجدك اليوم ونشكر لك قبولك هذه الدعوة. شكرا جزيلا. مشاهدينا فاصل قصير ونرجع. بعد الفاصل، ما بدأ إلى الأجهزة الذكية للأطفال في الإجازة. We'll be right back.